أيها الكرام، ننتقل معكم إلى خزانة العرب وخزانة الحزن والأنين من بين آهات الحناجر السمراء. دعوني أتوقف قليلاً، ألا تعلمون أن رطب البصرة ينمو نصف ونصف؟ نعم، لأنه ينمو بزفرات وآهات الثكالى الحارقة. نعم أيها الكرام، ننتقل إلى حنجرة أخرى لنستمع إلى صوت الرادود الحسيني عبد الله المياحي من البصرة. المتسابق عبد الله المياحي من محافظة البصرة الفيحاء، العمر 15 سنة. اللي شجعني للقراءة هم هواي من خدمة الحسين، أسأل الله حق مولاي الحسين التوفيق لهم. اجيت حتى واسي مولاتي فاطمة، والمشاركة هي للبركة. شعوري في هذه المسابقة هي شعور عزاء، شعور مواساة آل محمد صلوات الله عليهم. أنصح أخوتي خدام الحسين الرواديد أن يلتحقون بهكذا مسابقات لتطوير إمكانيتهم. تاج راسم اللاتي، الحضور الكريم، اللجنة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالحبيب الغالي. عليكم السلام. أهلا عبد الله. آه يا حسين، آه يا زين. ضلع لي شفتك والدمع يمطر، ضلع ليك ومن الخيل ما سالي، ضلع ليك خويا آخ، ومن الخيل ما سالم، ضلع عليك ضلع عليك، رديت عني الشمس أوقف، ضل عليك رديت حسين، رديت عني الشمس أوقف، ضلع عليك لكن ما خلى وقف الصوت بي، لكن ما خلى وقف الصوت بي. ويلي ويلي، صلى على محمد وآل محمد. الله عافية عبد الله، عافية مولاي. يا أبا عبد الله، فرغت من كل شي قلبي، يا عشق سابيني إلك وحدك وبعزائك هايم مخليني، فرغت من كل شي قلبي، يا عشق سابيني إلك وحدك وبعزائك هايم مخليني، مو قصة أجر والطم على الصدر، مولاي أبا عبد الله مو قصة أجر والطم على الصدر، يا عشق سابيني عفية، يا عشق سابيني. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرغت من كل شي قلبي، اي والله اي والله، يا عشق سابيني إلك وحدك وبعزاك، عفية عفية عفية، هايم مخليني، مو قصة أجر والطمع الصدور، يا عشق سابيني
يا عشق سابيني فرغيت من كل شي قلبي يا عشق سابيني إلك وحدك وبعزائك هاي مين خليني مو قصة أجر والطمع الصدور يا عشق سابيني يا عشق سابيني يا كتاب أحزاني عاشرتك حبيب يا كتاب أحزاني عاشرتك حبيب ساكني دموعي وأحس أنه قريب يا حسين يا حسين ساكني دموعي وأحس أنه قريب ساعة ما ذكرك أحس روحي غريب كل صدى بصفنا تمين طفك سليم ساعة ما ذكرك أحس روحي غريب كل صدى بصفنا تمين طفك سليم انت يا نبضة تنادي بالدمع ذكروني وكل قلب يفتح لي بابه أسكينة تعرفوني بالعسر ويسر والطمع الصدور يا عشيق سابيني يا عشيق سابيني صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بين الحين والآخر نريد شيئا يستفز وجداننا أحاسيسنا وأبان من صوت وحس صادق فيما تلاه من القصيد مدربي حتى استوى في مدحه وثنائه كل الورى من حاضرين وغيبي موفق يا حبيبي كنت جميلا ولا أستطيع أن أقول أكثر لأنه ليس قولي وإنما قول لجنة التحكيم أبو مهدي أبدو إياك نخولك عفوا عفوا يا حبيبي نسمع انت سبقتنا بالتقييم قلت كنت جميلا عفوا انا لست من باب التقييم وسبقك في محله كان عبد الله جميل جدا طيب الله انفاسك يا عبد الله الله يسمعك رائع ومتمكن ما شاء الله صوت دافئ خامه حنينه جميله متسق مع نفسه ومع القصيدة عايش القصيدة عايش مع نفسه ومع أدائه يعني أنا حتى ما سجلت ملاحظات إنما جاي ألاحظ وأسمع ما شاء الله الانضباط في الأداء نعم والانضباط في الإحساس والانضباط في الجمل اللي يقولها من غير أي تكلف ما شاء الله يا عبد الله وحتى بساطة في انطلاق الجملة النغمية بساطة في انطلاقة وهذا ما نؤكد عليه طبعا عدم التكلف إذا تلاحظون بعض المتسابقين بس يتكلف تروح منه وجاي يقول جملة حلوة بس يتكلف راحت منه الجملة فما شاء الله عبد الله دون أي تكلف ودون أي شيء أعطانا شيء جميل وهذا هو هاي هي الموهبة الموهبة هو ما موجود عند الإنسان دون أن يتكلف أو أن يتصنعه فعبد الله أنت موهوب بالصوت والأداء إحساسك جميل بارك الله بيك نوصيك بالاجتهاد والتمرين أكثر وأكثر حتى نراك إن شاء الله بأحسن المراتب بمنابر الحسين وخدمة الحسين وبارك الله بيك يا عبد الله أنا لا أزيد أحسنت شيء جميل مبين حمد. جميل أنا لا أزيد وأترك التفصيل لي أبو بنين دائما التفصيل يمك أبو بنين العين ما تعلى على الحاجب يا ابو مول العمار نعم الرادود الذي يقرا بدمعه خلينا نفتش كله
بحيث حتى من نريد نحكي نبقى يعني متواصلين بنفس الإحساس، والذي يقرأ بهذا الهدوء والإحساس حتى شوف حتى كلامنا بعد يعني بعد أداء يأخذ جو القاعة نفس الإحساس، هذا يدل على أنه هو يقرأ بصدق ويوزع ذلك الصدق علينا جميعا. مثل ما تفضلت يا أستاذ علي، القراءة بالصدق وأحيانا يرافقها التحدي، هذا شيء جميل أيضا، أرى فيه أشياء جميلة. نعم عبد الله، رغم أنه قليل التمرين لا يتمرن كثيرا ولكنه جميل، خامة صوتية متفردة وأداء متميز، ولكن يحتاج إلى بعض الجوابات في الأداء ويتمرن عليها إن شاء الله. صوته جميل. ملاحظتي البسيطة اللي أريد أطرقها على مسمع عبد الله المياحي، لا أتحدث عن خامة الصوت، الموهبة موجودة والصوت موجود والكل يلاحظ هذا الشيء، إلا الأشياء التكميلية سنتحدث عنها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. الذي أتمناه من عبد الله أن يكون أكثر ضغطاً على الحروف، أكثر ضغطاً على الكلمات حتى تكون واضحة جلية لدى السامع. نعم أعتقد وصلت الرسالة يا أستاذ عبد الله يا حبيبي يا ملة، كلمة توصل وكلمة ما توصل، الابتعاد عن المايكروفون بالأداء يضيع كثير من الملامح القصيدة. وتمام هيك أستاذنا العزيز، وأحياناً حتى لما تعيش جو القصيدة الحسينية تعيشها بس تفقد هواي أشياء، تفقد هواي أشياء، تفقد بعض الكلمات أواخر الكلمات القفلات. فأتمنى من عبد الله أن يركز على كل كلمة يطرحها، هو يطرحها ويأكد عليها، عفواً يأكد عليها، جاي أحسه من خلال قراءته وإحساسه جاي يأكد على الكلمات، ولكن أتمنى أن يكون أكثر جدية في متابعة هذا الموضوع. شكراً لك من أعماق القلب، ودعواتي لك ولكل من يلوذ بك بالصحة والعافية بحق محمد والي. ولكم إن شاء الله من العمار. أحسنت يا عبد الله. نعم دكتور. أحسنت مولى عبد الله، طيب الله أنفاسك. يعني مولى عبد الله بفرز الأصوات أكو بعض الملاحظات أعطتها للجدة، يعني نقدر نقول الأغلب التزم به، يعني تحسن، وهذا شيء جيد أن يراعي، يعني وهذا جيد، يعني معناته أنه هو قابل للتحسن بالمستقبل. نعم وهو من الأصوات الجيدة والجميلة يعني واللي يعتمد عليها إن شاء الله، ونتمنى الموفقية وأن يكون وجيها بالحسين إن شاء الله. والأحد الفرق اللي يحكي قبل شوية تقلب بالموبايل بين المتسابقين، فلقيت أحد الأخوة الموجودين كاتب شعر بموقعه يقول: شربت الماي بس ريحة عطش بالماي، قلت لهم شكو قالوا محرم جاي، التفت الكربلة وصاح الدمع وياي، الخدمتك والبتشي وفقني مولاي. يعرف روحه، خلي يكمل هو. إيه الخدمتك والبتشي وفقني يا مولاي. أحسنت. عيد النية علي، أنا بصوتي تدري يعني أنا مجال أبو كميل متابعينك، كانت بسيطة بس أبو كميل متابعينك بس ريحة عطش بالماي، قلت لهم شكو قالوا محرم جاي، التفت الكربلة وصاح الدمع وياي، الخدمتك والبتشي وفقني يا مولاي. أحسنت. طيب الله الأنفاس حبيبي عبد الله، وإن شاء الله موفق. وما هذه البصرة الغراء يوميا تغدق علينا بصوت رائع، أسأل الله لك التوفيق بحق الزهراء. بس أستاذ عبد الله الحبيب الرادود المبدع، جميل اختيارك إلى الأبودية، وجميل اختيارك إلى النص، قاعد أحكي شعرا طبعا، والقصيدة الحسينية. خلوني أخذ دقيقة من أختكم عذرا، الله يعطيكم العافية. القصيدة الحسينية المنبرية يعني تمتاز بخصائص، وواحدة من هاي الخصائص الربوطات. نعم. فحقيقة اللي لفت نظري بالعسر ويسر ألطم على الصدر، هذا الربط الثابت اللي يربط عليه الشاعر هواي مهم. فخادمكم يقول: لا تسأل عن حالي شلوني. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها تقول: لا تسأل عن حالي شلوني، أنا بخير وأنت قبالي،
رمحك لا يقلك يا ابن أمي، هو العالي يريد العالي. الله، مرات الدمع ينشاف موقف والدليل بهاي أمنا فاطمة يا حسين تحفظ دمعة البتشاي. إيه، صارت لك فرات العين من شفتك بعازة ماي، ومن شفت الشمس فوقاك صارت بتبوك فياي. ما تعطش ما دام عيوني بيهن شوفوا دمعة لالي، والشط ما يصعد للغيمة، هو العالي يريد العالي. الله الله، بس بالاسم مسبية طلعت لثورتك آية، كلها تشوف للعباس بس ما شايل الراية. هودج ماكو عناقة، صحيحة هاي الحكاية، بس أنا السبي كله بروس أخوتي مغطاية. ويلي، منحر يم منحر وقفولي بهيئة خيمة تغطي خيالي. ويلا، هاشم يا قاعد كفيهم، هو العالي يريد العالي. أحسنت، صعدت على الرماح شموس وعرف مقصدكم إحساسي، هل تريدون من نشتاق لكم يرتفع راسي؟ بس وداعة العباس أبد ما رجفت أنفاسي، راسي ما يطخ للقاع، أنا العرش مقياسي. زينب يا صوت اللي يحنيها، وشف عباسي يعيش ببالي، الله اختار لطف الناس هو العالي، يدور العالي يريد العالي. تعبت ناقته وما يوم حست بي تعبانة، ورويت الحبال دماي من قالت لي عطشانة، من عنكم سألني وراد يشمت ابن مرجانة، اقبال الناس ذليته وشفيت دلال ديوانة، تحلم قتلة تشوف دموعي. ما يرخص عد زينب غالي، ربك راد اخواني وخذهم، هو العالي يريد العالي. احسنت، واخيرا اقول ضميت الدمع يا حسين بس عاطفتي ما تقدر، راسك بالطشت جابوه وبديت عليك اتحسر، مالو من رقية تموت لما انشبقت المنحر، يا جرح الما نسان سنين اكبر والجرح يكبر، يمك عفة واسب عفة، وشي صبر يا حسين عيالي، اسمك يضوي بعرش العالي، يريد العالي. يريد العالي. احسنت ربطا واحسنت موضوعا ابو كميل، وهذا ما نسمعه دائما منك. عبد الله، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هذه المرحله، وان وفقت الى المراحل القادمه نتمنى لك توفيق اكبر. حياك الله.